بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 56. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق مسألة: ولا يحل طلاق المسؤول بها في حيضها أو في طفل أصابها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن الطلاق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طلاق السنة، والقسم الثاني طلاق البدعة. فأما طلاق السنة فهو أن يطلقها طاهراً، أن يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعدتهن، أي طاهرات من غير مسيس، طلقة واحدة. فهذا هو طلاق السنة، ثم يتركها إلى أن تنقضي عدتها. فإن شاء في أثناء العدة راجعها على ما بقي من طلاقه، وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه وتحل للخطاب. ولو شاء هو وبدا له بعد نهاية عدتها أن يسترجعها فإنها تحل له بعقد جديد في أثناء العدة، يسترجعها بلا عقد لأنها زوجته. وأما بعد العدة فإن أراد أن يسترجعها جاز له ذلك بعقد جديد. ولهذا يقول سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. لأن الإنسان قد يندم ويريد الرجعة، فيكون أمامه فرصة. أما إذا طلقها واستكمل عدد الطلاق بلفظة واحدة فقد أغلق على نفسه باب الرجعة. ولهذا قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، يعني قبل بلوغ الأجل وهو تمام العدة، فأمسكوهن بمعروف، وهذا بالرجعة، أو فارقوهن بمعروف، وهذا في تركها حتى تخرج من العدة بدون رجعة. فيكون قد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى مطلقته. ولو أن الناس عملوا بهذا ما ندم رجل على امرأة طلقها، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أن الناس عملوا بهذا التوجيه الإلهي في الطلاق ما ندم رجل على امرأة، لأنه أمامه فرصة إلى أن تنقضي العدة للرجعة إن شاء، وأمامه فرصة بعد العدة في إعادتها بعقد جديد. أما إذا استكمل الثلاث فإنه قد أغلق على نفسه هذه الفرصة، وقد يندم بل قد ينتحر، فإنه حصل أن رجالا ندموا ندامة شديدة وقتلوا أنفسهم. الله جل وعلا حكيم عليم، لا يشرع لعباده إلا ما فيه مصالحه. هذا هو طلاق السنة، سمي طلاق السنة لأنه يتمشى على ما سنه الله ورسوله لعباده. أما طلاق القسم الثاني وهو طلاق البدعة فهو ما خالف طلاق السنة، لأن البدعة خلاف السنة،
وذلك كأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، وهذا يسمى بدعيا في الوقت، بدعيا في الزمن والوقت، يعني وقت الحيض والنفاس أو وقت الطهر الذي جامعها فيه، لأنها قد تتبين أنها حامل فيندم، تبين أنها حامل فيندم عليها. فالطلاق البدعي على نوعين: طلاق بدعي في الزمن وهو أن يطلق الحائض أو يطلق النفساء أو في طهر جامعها فيه، وأما الطلاق وأما النوع الثاني من البدعي فهو بدعي في العدد، بدعي في العدد، وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، هذا بدعي، لأن الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فشرع الله الطلاق مفرقا، واحدة بعد واحدة، على خطوات. أما أن يجمعه بلفظ واحد ويقول أنت طالق بالثلاث، هذا حرام عليه ومخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى في الطلاق، ولذلك سمي بدعيا. أو يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، هذا بدعي في الوقت، لأن هذا الوقت ليس وقت طلاق، طلاق في الحيض. ولهذا لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا أراد أن يطلقها طلقها في طهر لم يمسها فيه. نعم. مسألة: ولا يحل طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه. أما غير المدخول بها، من عقد عليها ولم يدخل بها فله أن يطلقها، ليس لها بدعة ولا سنة. من لم يدخل بها ليس لها بدعة ولا سنة، له أن يطلقها ولو كانت حائضا، أو يطلقها أو نعم، ولا حاجة إلى أن يطلقها ثلاثا، لأنها تبين بالواحدة. إذا طلقها واحدة وهو لم يدخل بها بانت منه، لأنها ليس عليها عدة تكون محلا للرجعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فليس لها بدعة لا في العدد ولا بدعة في الزمن، هذه غير المدخول بها، وإنما البدعي والسني في حق المدخول بها. نعم. أو في طهر أصابها فيه، لأنه طلاق بدعة محرم، لما روي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. فليطلقها. فإن بدا له أن يطلقها. الأولى مفتوحة والثانية مجزومة. نعم. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. نعم. مسألة: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. نعم. أجمعوا على أن هذا مصيب للسنة، مطلق للعدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قاله ابن المنذر وابن عبد البر:
يعني الإجماع. نعم. نعم. قال أبو المنذر وابن عبد البر: متى قال أنت طالق، أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، طلقت في الحال لأنه وصف الطلقة بصفتها، لأنه وصف الطلقة بصفتها ثم وقعت في الحال، وإن قال ذلك لها وهي في طهر أصابها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر، لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده وزمن بدعة، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة فإنها طلقت حينئذ لأن الصفة وجدت. مسألة. الصواب أنها تطلق في الحال، أنه إذا طلقها في الحيض تطلق في الحال، ولكن يأثم على ذلك، يأثم على ذلك، ويسن له أن يراجعها تفاديا لهذا الخطأ الذي حصل منه، وإلا في الصحيح أن طلاق في الحيض يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع زوجته، ولو كان الحيض ولو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بالرجعة، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، من طلاق واقع. نعم. نعم. مسألة. وإن قال ذلك لحائض لم يقع في الحال لأن طلاقها طلاق بدعة. كذلك هذا الذي ذكرنا، إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه فإن الطلاق يقع ويأثم على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالرجعة، والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. نعم. وإن قال ذلك لحائض لم يقع في الحال لأن طلاقها طلاق بدعة، لكن إذا طهرت طلقت لأن الصفة وجدت حينئذ. لا، هذا ليس طلاقا معلقا، إنما الطلاق الذي يتأجل وقوعه هذا هو المعلق. لو قال إذا دخل شهر ذي الحجة فأنت طالق، هذا معلق ما يقع إلا إذا دخل المعلق عليه. أما إذا قال لحائض أنت طالق، أو قال لموطوءته في الطهر أنت طالق، الصحيح أنه يقع في الحال ولا يتأجل وقوعه. نعم. لا لا لا، هو يقصد الطلاق في الحيض. نعم. نعم. حرمته لأنه مخالف للقرآن، طلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير مسيس، فمفهومه أن من طلقها وهي حائض لم يكن طلق في العدة، وكذلك من طلق في طهر جامع فيه لم يكن طلق لعدتهن، فهو مخالف للآية. نعم. مسألة. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابه فيه طلقة، نعم، وإن كانت في طهر لم يصدها فيه طلقت إذا أصابها أو حارت، وهذه المسألة عكس التي قبلها، لأنه وصف الطلقة بأنها للبدعة. لا فرق بينهما، أنت طالق للبدعة أو قال للحائض أنت طالق فقط ولم يقل للبدعة، هو نفسه بدعة بدون أن يقول للبدعة. نعم. فإن قال ذلك لحائض أو طاهر طهرا قد أصابها فيه وقع الطلاق، لأنه وصف الطلقة بصفتها. نعم. وإن كانت في طهر لم يصدها فيه لم يقع في الحال، فإذا حارت فإنها هذا معلق. إذا قال لطاهر لم يجامعها أنت طالق للبدعة، فمعناه أنه يقول أنت طالق إذا حضتي، فهو طلاق معلق، إذا حاضت وقع الطلاق عليه، لأنه إذا حصل المعلق عليه حصل المعلق. نعم. مسألة.
وإن كانت في ظهر لم يصبها فيه لم يقع في الحائض، فإذا حارت طلقت بأول جزء من الحيض. نعم. وإن أصابها طلقت بالتقاء الختانين لأن ذلك وقت. نعم. مسألة: فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والصغيرة التي لم تحر فلا سنة لها ولا بدعة. نعم. من جهة الزمن يعني الحامل التي استبان حملها له أن يطلقها لأن عدتها معلومة بوضع الحمل. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا قال للحامل التي تبين حملها: أنت طالق، وقع الطلاق وعدتها بوضع الحمل، لأن هذا لا يحصل فيه تطويل للعدة ولا ضرر على المرأة. نعم. وهذا عكس ما يفهمه العوام، لأن كثير من العوام يقولون الحامل ما تطلق. هذا غلط، هو صحيح، بل الحامل هي اللي تطلق. نعم. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها غير المدخول بها سبق الكلام عليها أنها ليس لها بدعة، يطلقها وتبين منه في الحال ولا تحتاج إلى عدة، لها أن تتزوج في الحال غيره. نعم. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لأن العدة إنما شرعت من أجل الوطأ خشية أن تكون حاملا، وهذه لم يطأها ولم يدخل بها. نعم. راجعها فيما بقي من الطلاق، ما طلقها طلاق باين، طلقها طلاق أقل من الثلاث فله الرجعة، أو يراجعها من أجل أن يطلقها طلاق السنة في المستقبل ويتدارك طلاق البدعة، يخرج من طلاق البدعة. نعم. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والصغيرة التي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة، متى قال لها: أنت طالق للسنة أو للبدعة، طلقت في الحال. الصغيرة التي لم تحض والآيسة التي بلغت سن الإياس ليس لها بدعة في الزمن، لأنها ليس لها حيض، ليس لها حيض، فإذا طلقها طلقت في الحال فليس لها بدعة في الزمن، أما في العدد فلها بدعة، لا يجوز أن يقول: أنت طالق بالثلاث. نعم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها، أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في عدد الطلاق، إلا في عدد الطلاق، لا يجوز أن يقول: أنت طالق بالثلاث، لأنه إذا قال ذلك لم تحل له، لو أراد أن يعقد عليها لم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فيكون قد أغلق على نفسه باب مراجعتها بعقد جديد. نعم. لأن العدة تقول عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، وينتفي عنها الأمران بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه، بخلاف غير المدخول بها فإنه لا عدة عليها بنفي تطويلها أو الارتياب فيها. وكذلك ذوات الأشهر وهي الصغيرة التي لم تحر والآيسة لا سنة لطلاقها ولا بدعة، لأنها لا تحمل فترتاب ولا تطول العدة بطلاقها، لأن معلومة ثلاثة أشهر، يعني عدتها معلومة ثلاثة أشهر، إذا كملتها تتزوج. قال تعالى: واللائي لم يحضن
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغار. فالآيسة والصغيرة ليس لهما بدعة من جهة الزمن، وإنما بدعتهما من جهة العدد، فلا يحل له أن يطلقهما 3 بلفظ واحد. نعم. وكذلك الحامل التي استبان حملها، فهؤلاء الأربعة ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة. فإذا قال لإحدى، لأن الحامل عدتها معلومة وهي وضع الحمل، ستبقى إلى أن تضع الحمل إما عاجلا وإما آجلا، ليس لها أن تتزوج إلا إذا وضعت الحمل، ما دام الحمل في بطنها فإنها في عدة حتى تضع. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. استبراء الرحم وتلافي تطويل العدة ونفي الريبة، لأنه ما يدرى هي حامل أو ما هي بحامل، قد يطول الانتظار، بعض النساء ما يتبين حملها إلا متأخرا، يحصل في هذا مشاق على النساء. نعم. أما الحامل أمرها واضح، أما الآيسة والصغيرة أمرهما واضح، لأن الله حدد عدتهن 3 أشهر، ما فيه إشكال. نعم. فإذا قال لي إحداهن أنت طالق للسنة أو للبدعة، طلقت في الحال ولغت الصفة، لأن طلاقهن لا يتصف بذلك، فصار كأنه قال أنت طالق ولم يجد. لا. وأما العدد فيكره له أن يطلق واحدة منهن 3، لأنه لو أراد أن يعقد عليها عقدا جديدا لم يحل له ذلك، لقوله تعالى فإن طلقها يعني 3 فلا تحل له من بعد، وهذا يشمل كل مطلق. نعم. وأما العدد فيكره له أن يطلق واحدة منهن 3، لأنه لا يبقى له سبيل إلى الرجعة، فطلاق السنة في حقهم واحدة ليكون له سبيل إلى الرجعة من غير أن تنكح زوجا غيره، يعني الرجعة بعقد جديد ولا يحتاج إلى أن تنكح زوجا غيره. نعم. باب صريح الطلاق وكنايته. صريح الطلاق وكنايته، الصريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق، هذا يسمى بالصريح، مثل أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، هذا لا يحتمل غير معنى الطلاق، ولذلك يسمى بالصريح. وأما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، مثل خليتك، الحقي بأهلك، هذه كنايات تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غير الطلاق، هذا معنى الكناية. الكناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني. نعم. صريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، كقوله أنت طالقة أو مطلقة أو طلقتك، متى أتى به؟ الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه من ماض أو مضارع أو مصدر أو غير ذلك، كل ما تصرف من هذا اللفظ فهو صريح. فقوله أنت طالق هذا اسم فاعل، وقوله أنت الطلاق هذا مصدر، وقوله طلقتك هذا فعل ماض، وقوله أطلقك هذا لفظ مضارع، فكل ما تصرف من هذا اللفظ فإنه صريح، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو مصدرا أو اسم فاعل. نعم.
متى أتى به طلقت وإن لم ينوه. الفرق بين الكناية والصريح أن الكناية لا بد معها من نية الطلاق لأن لفظه محتمل، فلو فسره بغير الطلاق قبل منه ذلك لأنه محتمل. وقوله خليتك يحتمل أنه يريد الطلاق، ويحتمل أنه خلاها تعمل شيء أو تروح لأهلها أو ما أشبه ذلك، أو إلحقي بأهلك يحتمل أنه أراد الطلاق، ويحتمل أنه أراد الزيارة تزور أهلها. أما إذا قال طلقتك هذا ما فيه احتمال. فلو قال والله ما نويت الطلاق قلنا لا، هذا ما يحتاج نية، هذا واضح ما له معنى غير الطلاق. قال أنا أردت أنها تروح لها، لا طلقتك يعني من حبل من وثاق، قلنا لا هذا ما يقبل منك، طلاق ما يقبل إلا الطلاق، ولو أراد أن يفسره بغيره لم يقبل منه. نعم قال ما نويت، إنما علينا من نية، إن علينا من اللفظ، اللفظ صريح. نعم لأنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال أنا ألعب أنا أمزح، إنما علينا من مزحك، هذا ما في مزح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. نعم نعم. لأنه موضوع له على الخصوص، ثبت له عرف الشرع والاستعمال. لأن هذا اللفظ الطلاق موضوع له للطلاق من أصل اللغة العربية، فلا يحتمل معنى آخر غير الطلاق. نعم. مسألة وما عداه مما يحتمل الطلاق فإنه كناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. وكان المؤلف رحمه الله مشى على أن الصريح لفظ واحد وهو الطلاق وما تصرف منه، وغيره يرى أن هناك لفظ آخر صريح وهو السراح، سراح يقولون هذا صريح أيضا، قوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا، ولقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فالسراح أيضا لفظ صريح، فلو قال لها سرحتك أو أنت مسرحة فهذا صريح، مثل قوله أن طلقتك أو أنت مطلقة. نعم. فلو قيل له ألك امرأة فقال لا ينوي الكذب لم تطلق، هذا كناية. لو قيل له ألك امرأة قال لا، هذا يحتمل، يحتمل أنه أراد الطلاق ويحتمل أنه أراد غير الطلاق، فلو فسره بغير الطلاق قبل منه لأن اللفظ محتمل. كأنه يقول ما لي امرأة حاضرة، امرأتي غائبة مثلا، أو قال أردت الكذب على من سألني، وإلا أنا لي امرأة متزوج بس ما أردت أنه يعرف أني لي امرأة، أردت تغطي عليه الموضوع، فهذا لا يكون طلاقا إلا إذا نوى بقوله ليس لي امرأة الطلاق فيقع. نعم. مسألة وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو باغن أو بثة. هذه الكنايات، هذه ألفاظ الكناية، أنت خلية أنت برية أنت بتة بتلة، هذه كنايات، إن أراد بها الطلاق صار طلاقا، وإن أراد بها غير الطلاق قبل منه ذلك لأن اللفظ محتمل وهو أدرى بما أراد. نعم. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بثة أو بثة ينوي طلاقها فإنها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها. في هذه الألفاظ في المذهب روايتان، الأولى هي ثلاث وإن نوى واحدة، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في المذهب
الكنايات تنقسم إلى قسمين: كنايات صريحة، كنايات غير صريحة. كنايات الصريحة هذه يقع بها ثلاث ولو أراد واحدة، والغير الصريحة يقع بها ما نواه. هذا قول في المذهب. والصحيح أن الكناية سواء كانت صريحة أو كناية أو غير صريحة لا يقع إلا ما نواه بها، لا يقع إلا ما نواه بها من ثلاث أو ما دونها. نعم نعم. لأن ذلك يروى عن أعد. في هذه الألفاظ في المذهب روايتان. نعم. الأولى هي ثلاث وإنما واحدة، هذه صريحة، كنايات صريحة فيقع بها ثلاث ولو نوى واحدة. نعم. الأولى هي ثلاث وإنما واحدة، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله تعالى عنهم ولم ينقل خلافهم، فكان إجماعا. ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق، فإنه وقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا. واقتضاؤه البينونة ظاهر في قوله أنت بائن. وكذلك البتة، لأن البتة القطع، فأنه قطع النكاح كله وبتله مثله. بتلة وبتلة. نعم. والقلية والبرية يقتضيان الخلو من النكاح والبراءة منه، ولا سبيل إلى البينونة بدون الثلاث. نعم. خلية يعني من النكاح، خلية يعني خالية من النكاح، من عقد النكاح. نعم. وبرية يعني من البراءة، من برية يعني من النكاح، من البراءة. وهذا معناه الطلاق. نعم. وبتة يعني مبتوتة من النكاح، وبتلة البتل معناه القطع أيضا. نعم. كأنه قطع النكاح. نعم. والقلية والبرية يقتضيان الخلو من النكاح والبراءة منه، ولا سبيل إلى البينونة بدون الثلاث. ولا يمكن إيقاع واحدة بائن، لأنه لا يقدر على ذلك بالصريح من غير عوض، فكذلك الكناية. نعم. والثانية يقع ما نواه. الرواية الثانية أنه يقع بالكناية ما نواه، سواء كانت الكناية صريحة أو غير أو خفية. يقولون الكناية نوعان: ظاهرة وخفية، ظاهرة وخفية، فيقع بالظاهرة ما نواه ويقع بالخفية ما نواه أيضا دون تفريق. هذا هو الصحيح. نعم. ما هو بإجماع صريح، يقول إن بعض الصحابة قال بذلك ولم يخالفه أحد فهو إجماع ظني، هذا إجماع ظني، ما هو إجماع قطعي. نعم. يسمونه الإجماع السكوتي، الإجماع الظني. نعم. والثانية يقع ما نواه، اختاره أبو الخطاب لما روى أبو داود أن ركانة هو كان لما روى أبو داود أن ركانة طلق امرأته سهمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أحمد ضعفها. نعم. وروي عن حنبل رواية ثالثة. نعم. وروي عن حنبل رواية ثالثة. روى عنه حنبل بن إسحاق. حنبل بن إسحاق عمه الإمام أحمد، وهو من تلاميذ الإمام أحمد. نعم. حنبل بن إسحاق بن حنبل عمه الإمام أحمد، وهو تلميذ لعمه. نعم. وروى عنه حنبل رواية ثالثة يعني عن الإمام أحمد. نعم. وروى عنه حنبل رواية ثالثة
لأنه لفظ اقتضى البينونة دون العدد. اللفظة الواحدة البائنة تكون بينونة صغرى ما هي بينونة كبرى. نعم. وذكر أصحابنا من جملة هذه الألفاظ أنت للحرج والحقي بأهلك. أنت الحرج، أنت الحرج يعني محرمة. وذكر أصحابنا من جملة هذه الألفاظ الكنايات، يعني من جملة الكنايات أنت الحرج. أنت الحرج والحقي بأهلك وحبلك علي غارب. على وحبلك على غاربك. غاربك. وحبلك على غاربك وأنت حرة. كل هذه كنايات، إن أراد بها الطلاق صار طلاقا، وإن أراد بها غير الطلاق قبل منه تفسيره لها. نعم. أما الطلاق إذا تلفظ به فلا يقبل منه أي تفسير، لأن الطلاق ما يحتاج تفسير. نعم. أنت الحرج والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وأنت حرة. ولم يذكرها شيخنا هاهنا. عن الموفق الشارح تلميذ الموفق. نعم. ولذلك يقول شيخنا. أما قوله أنت الحرج، لكن هذه مذكورة في كتب المذهب الأخرى مثل متن الزاد، شرح الزاد والمنتهى والكشاف. نعم. أما قوله أنت الحرج وأنت حرة فقال شيخنا لم يذكرهما لأنه مختلف فيهما، ولم يذكرهما الخرقي في الظاهر. الخرقي صاحب المتن، متن الخرقي أول ما ألف في المذهب، متن الخرقي، وشرحه الموفق ابن قدامة للمغني، فالمغني شرح للخرقي، وشرحه غير الموفق، فقالوا إن بلغت شروحه 300 شرح لأنه أقدم الكتب في المذهب. نعم. ولم يذكرهما الخرقي في الظاهر ولم يعرف فيهما دليلا ظاهرا فتركناهما لذلك. نعم. وأما الحقي بأهلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تزوجها الحقي بأهلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثة فإن طلاق الثلاث محرم أو مكروه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المحرم ولا المكروه. دل على أن الحقي بأهلك لا يصل إلى الثلاث وإنما هو دون الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا بلفظ واحد، أن هذا محرم والرسول ما يفعل المحرم، فدل على أن إلحقي بأهلك ليس من ألفاظ البينونة إنما هو من الألفاظ الرجعية. نعم. كناية، كناية، إلحقي بأهلك كناية، ما عدا الطلاق عند الموفق كله كنايات. نعم. وقد ذكر الأكرم هذا للإمام أحمد فسكت ولم يجب. نعم. والظاهر أنه رجع عن قوله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن إن الحقي بأهلك أنه طلاق باين، هذا كان يقول به أحمد ثم كأنه رجع عنه إلى أنه غير باين. نعم. لما ذكر له الأثرم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته قال الحقي بأهلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا، فدل على أن هذا اللفظ ليس للثلاث. نعم. ولأن قوله الحقي بأهلك لا يقتضي لفظ الثلاث ولا معناه، فإنها قد تلحق بأهلها بطلقة واحدة. نعم. وأما قوله حبلك على غاربك لا نعلم فيه. نعم. فلا نعلم فيه دليلا على الثلاث ولا في لفظها ما يقتضيه، فهو مثل قوله الحقي بأهلك. حبلك على غاربك كناية أيضا، يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، وإذا حمل على الطلاق فهو غير ثلاث إنما هو رجعي.
نعم. مسألة: وما عدا هذا يقع به واحدة، يعني الكنايات الخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلات وأنت واحدة ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتبري واختاري ووهبتك لأهلك، وسائر ما يدل على الفرقة. كما ذكرنا الكنايات على قسمين: كنايات ظاهرة وهي التي سبقت، وكنايات خفية وهي اذهبي إلى أهلك، لست لي بامرأة، خليتك، إلى آخر ما ذكر. هذه كنايات خفية. نعم. لأن شوفوا الصريح هو ما لا يحتمل غير الطلاق، هذا الصريح. الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، فإن كان احتماله للطلاق أغلب فهو كناية ظاهرة، وإن كان احتماله لغير الطلاق أغلب فهو كناية خفية. نعيد مرة ثانية: اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق هذا يسمى صريحا، اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره هذا يسمى كناية، فإن كان احتماله للطلاق أغلب فهو كناية ظاهرة، وإن كان احتماله لغير الطلاق أغلب فهو كناية خفية. نعم. فهذا يقع به واحدة لأنها اليقين، إلا أن ينوي ثلاثا لأنه محتمل. الكناية الخفية لا يقع بها إلا واحدة، إلا إذا نوى أكثر، إنه له ما نوى. نعم. مسألة: وإن خير امرأته فاختارت نفسها. نعم. وإن خير امرأته فاختارت نفسها فإنها طلقت واحدة، لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إذا قال لها اختاري فهو فوض إليها، اختاري نفسك، فهو فوض إليها الطلاق، فإذا اختارت نفسها صارت طلقة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، ما استدعى نساءه وخيرهن، فاخترنا الله ورسوله، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فدل على أنه يجوز للرجل أن يخير امرأته بين أن تبقى معه وأن تخرج من نكاحه، وإذا خرجت واختارت نفسها صار طلقة واحدة. نعم. لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا في الخيار: إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. واحدة يعني رجعية، له أن يراجعها. نعم. رواه البخاري عنهم بأسانيده. ولأن قوله اختاري تفويض مطلق، فإنه يتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وذلك طلقة واحدة، ولا يجوز أن يكون باهنة لأنها بغير عوض. كما لو قال لها: طلقي نفسك إن شئت، فإذا طلقت نفسها فإنها لا تملك إلا واحد. لو قال لها: طلقي نفسك، فقالت: طلقت نفسي ثلاثا، لم يقع لها إلا واحدة، لأن الثلاث ليست لها. نعم. لأن الوكالة المطلقة تقتضي أقل ما يقع عليه الطلاق وهو واحدة. نعم. وإن نوت ليس لها ذلك، هي ليس لها إلا ما ملكها، طلاق ملك للرجل، ليس لها إلا ما ملكها وفوضها فيه. نعم. إذا كانت الثالثة بانت، لا بهذا، وإنما بانت بتكامل الطلاق الذي سبق. نعم. ولا يجوز أن يكون باهنة لأنها بغير عوض لم يكمل بها العدد، يكمل
لم يكمل بها العدد بعد الدخول فأشبه ما لو طلقها واحدة. نعم. مسألة: وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. نعم، لو قالت ما أريد الطلاق أو أختارك أو البقاء معك لم يقع شيء، لأنها لم تعمل شيئا مما